وتنضم إلينا الآن من رام الله وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين. معالي الوزير، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذا نتابع هذه التطورات في الضفة الغربية، هذه العملية الموسعة الإسرائيلية مع تعزيزات كبيرة دفع نحو 23 كتيبة جديدة في الضفة الغربية، والحديث أن الضفة الغربية باتت الجبهة الثانية بعد قطاع غزة. هل ترون معالي الوزير مؤشرات على سيناريو ضم إسرائيل للضفة الغربية، أو على الأقل فرض واقع أمني جديد في الضفة الغربية؟ نعم، الوضع صعب وجدا خطير في الضفة الغربية، واليوم بات مصطلح غزينة الضفة الغربية متداول بين الناس. اليوم نرى أنه هناك في هجمة من حكومة متطرفة يمينية، في حرب إبادة في قطاع غزة، وبذات الوقت في عنا هجوم ممنهج على المخيمات بالشمال، ولا ندري كيف سيتطور الأمر مع ممكن مخيم أخرى. في قصف، في قتل، في تدمير، في تفجير للوضع، في مزيد من العقوبات الجماعية، في عنا مزيد من الحواجز، في عنا إغلاق لمداخل بلدات. كل هذا يهدف إلى وأد فرصة الدولة الفلسطينية والتضييق على السكان الفلسطينيين، وهو ضمن سياسة عامة إسرائيلية تقوم على الاحتلال والاستيطان والتهجير. نعم، ذكرت مسألة التهجير معالي الوزير. وزير خارجية إسرائيل كان كشف تقريبا عن نوايا هذه العملية قبل أيام، حين قال إنه يجب العمل على إجلاء مؤقت للسكان في الضفة الغربية. هل نحن كذلك أمام سيناريو محتمل لإبعاد أو تهجير الفلسطينيين نحو الأردن هذه المرة؟ وهذه المرة أيضا نتحدث عن سيناريو مشابه لغزة التي حاولت إسرائيل دفع بسكانها نحو سيناء في مصر. يعني هذا السيناريو في أذهان الإسرائيليين طول الوقت منذ عقود مضت، ولكن نحن كفلسطينيين تعلمنا من تجربتنا السابقة في 48. لا أظن، إن تحدثت لأي فلسطيني اليوم الإجابة هي واضحة: لن نتحرك من أماكن سكنانا، لن نتحرك من بلداتنا، ونحن صامدون على أرضنا. فممكن لإسرائيل إنها تفكر كما تشاء، ولكن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ولن يتحرك ولن يهجر. نعم، كنتم تابعتم معالي الوزير هذه الصورة أو الخريطة التي عرضت من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، ويتحدث عن محور فيلادلفي، الضفة الغربية على ما يبدو ضمن إسرائيل وليس ضمن الأراضي الفلسطينية بحسب هذه الخريطة، وهذه الخريطة لم تكن الأولى. تذكرين معنا معالي الوزير على ما أعتقد في سبتمبر 2023 كذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة عرضت خريطة مشابهة، ما الذي يقرأ من هذا الأمر؟ يعني قراءتها جدا بسيطة، هذه تعكس الذهنية الإسرائيلية المبنية على العقلية الكولونيالية الاستعمارية الإحلالية الرامية إلى تهجير السكان. هاي سياسة إسرائيل منذ نشأتها، وهن يؤمنون في مقولة من البحر إلى النهر. هن دائما بيقولوا إنه إحنا كفلسطينيين حاملين هاي المقولة، ولكن في الأساس امبارح نتنياهو كأعلى سلطة إسرائيلية، يعني هو إنسان رسمي فلسطيني إسرائيلي، رئيس وزراء دولة الاحتلال، قالها جهارة أمام الجميع إنه هذه هي خارطة دولة إسرائيل، وبالتالي تناسى كل الاتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير، وأيضا ضرب بعرض الحائط القانون الدولي والشرعية الدولية. وهذه الخريطة بتدل وبدون أدنى شك إلى أهداف إسرائيل، ولم يخفيها، يعني بيحكي عنها جهارة، وعلى العالم أن يعي تماما أنه هذا ما ترمي إليه إسرائيل. إذن ما دور السلطة الفلسطينية في هذه الحالة؟ إن كنا بالتأكيد لم نشاهد الخريطة لأول مرة، ومثل ما تقولين ترون مؤشرات جدية على سيناريو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما تحركات السلطة الفلسطينية في هذه الحالة؟
يعني هنالك تحركات عديدة، قمنا بالاتصال مع كل الدول، كثفنا التحرك مع السلك الدبلوماسي العامل في أرض فلسطين حتى نفضح ممارسات هذا الاحتلال، طلبنا المنظمات الدولية القيام بواجبهم، من طالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومساءلة دولة الاحتلال وعدم إفلاتها من العقاب. مهم أيضا أنه كل يوم نذكر المجتمع الدولي أنه عليه التزام وعليه مسؤوليات تجاه القانون نعم الدولي والتزام تجاه الرأي الاستشاري اللي صدر عن محكمة العدل الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي حد تخشون بأن هذا الأمر أو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفعل الكثير، خاصة إن جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية بترامب مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ سيكون أمر واقع في الضفة الغربية أيضا وسيفرض عليكم في نهاية المطاف. شوفي، نحن نعي تماما انه امريكا هي حليف استراتيجي لاسرائيل، ولكن كمان امريكا لها مصالح في المنطقه، وفي النهايه امريكا ستوازن ما بين مصالحها الداخليه ومصالحها الخارجيه وموقعها في المنطقه ككل. نحن نامل ان لا يصل بنا الوضع الى إنهم يحطوا علينا أو يفرضوا علينا خيارات نحن أكيد لن نقبلها. نحن خيارنا جدا واضح، نريد أن نعيش ضمن إطار دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، ولكن هناك ضوابط لماهية الدولة التي نحن نريد. ما إن الذي كان تبقى معالي الوزيرة من حل للأمن، الدولتين؟ ما الذي تبقى من حل الدولتين؟ لا نتحدث عن المسائل القديمة المتعلقة بحل الدولتين، وإنما بقضايا جديدة ومشاكل جديدة، مسألة الضفة الغربية والوضع الأمني في قطاع غزة. إذن كيف ستناقش ملفات حل الدولتين؟ يعني دائم العنف الإسرائيلي والتنكيل الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية على الأرض هي دائما قائمة، ولكن نحن نقول إنه الفصل ما بيننا وبين دولة إسرائيل هو القانون. القانون يقول، وحديثا بالرأي الاستشاري خرج بإنه هذا الاحتلال احتلال غير شرعي، ويجب على المجتمع الدولي أن يفكك هذه المنظومة الاحتلالية وبسرعة. إذا نحن نحتكم إلى القانون الدولي ونأمل نعم أن لا نصل إلى مرحلة يكون فيها قد فات الأوان. نعم أعلم بأننا نتحدث عن سيناريوهات فقط، ولكن إن افترضنا بأن إسرائيل بقيت في الضفة الغربية وفرضت أمر واقع، إن كان سياسي وضم أو أمني مشدد على الأقل، هل تخشون أن سيناريو غزة أيضا سيكون في الضفة الغربية، من ناحية أن السلطة الفلسطينية هي مرفوضة من إسرائيل أن تقوم بأي دور مثل ما هي مرفوضة في غزة؟ يعني شوفي، هذا السيناريو أحد السيناريوهات القائمة، ولكن نأمل أن لا نصل إلى هذا السيناريو، لأنه تبعات هذا السيناريو راح تكون كتير خطيرة، مش بس على الفلسطينيين ولكن على المنطقة بشكل عام. نعم، شكرا جزيلا لك معالي الوزيرة، كنت معنا من رام الله وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتور فارسين أبكيان شاهين، شكرا.